طبعا نضع ملفات الصوت في الفولدر دوت، يعني بالترتيب مثلا بداية السيشن الأول ذا ستارت اوف ذا فيرست سيشن، بعد كده ذا ستارت اوف ذا سكند سيشن، اند ذن ذا شورت بريك ستارتس ناو فور 50 مينيتس، اند ذن ذا ستارت اوف ذا ثيرد سيشن، اند ذن ذا ستارت اوف ذا لونج بريك فور 30 مينيتس، اند ذن ذا So every statement or every first session in a sound file, second session in another file, and third one is another file, and so on. The short break in another file. So this is a morning assembly, first session, second session. So encourage students to do this with their voice, so they will be encouraged. You can select one or two, one boy and another girl. So you encourage students to listen to your the speaker and the sound system of your school. طبعا انت بتشجع الطلبه ان هي تسمع صوتها في الجرس المدرسي، ده حاجه حلوه جدا، بيحفزهم بيخليهم يعني ايه فعالين. طيب احنا برضو دي بقى الملفات الصوتيه بنحطها فين؟ في الايه اللي هو الفولدر اللي اسمه بيل. نيجي بعد كده نفتح البيل سكادول ديت، وخلي بالك السبيلنج ده لازم ما يتغيرش لانه داخل جوه البروجرام هنا. وبرضو كلمه بيل سكادول ديت، ده السكادول بقى يعني ايه. لما نيجي نفتح الفولدر الفايل ده هنظبطه ازاي؟ بص معايا بالذات، انت بقى عندك مثلا، انا عندي الفيرست سيشن هيبتدي الساعة 8 إلا 10، بدي 7:50. السكند سيشن هيبتدي، سوري، ده اللي هو ال الفيرست سيشن، السكند سيشن أهو عندي 7:45. بعد كده عندي 9:05، أهو دي ملغية دي المفروض، ماشي. الفورس عند 10:25 اللي هو هنا بداية البريك الأولاني. الفيفث مثلا عند اللي هو 10:40 ده بداية السيشن الثالث. 12 بداية البريك الثاني اللي هو اللونج بريك. 12 ربع بداية السيشن الرابع. 2 إلا ربع، خلي بالك شوف 2 إلا ربع عامل إزاي، اللي هي 13:45 لأن هو شغال بالنظام ال 24. فلو أنت عندك الساعة تفتح كده التايم عندك تايم، وتخش هنا طبعا في التايم وتظبط التايم، تظبط ايه التايم بتاعك. التايم تظبطه من هنا ديت اند تايم سيتنج، وتعمل ادجاستنج للتايم ان هو ان هو يكون 24 ساعه. تخش هنا ديت اون تايم، وتنزل تحت كده تشينج داتا فورمات، وتخلي هنا بدل صباحا ومساء تخليه ايه 24 ساعه، تخليه 24 ساعه. خلاص هو كده هنا برضو ايه لونج تايم. شوف يبقى هنا هنا لونج تايم برضو لونج تايم. تشيل اللي هي ايه حكايه صباحا دي، خلاص يبقى هنا لونج تايم. ولما تيجي هنا ترجع تظبط التايم، يبتدي يتظبط معاك اهو هنا 21:10 الساعه 9. خلاص كده؟ فتبقى مثلا الساعه 2 يبقى ايه 3 ل 10 يبقى 14:50. تمام؟ كده احنا ظبطنا، نعمل فايل وسيف. انت مثلا عندك بدايه الطابور هيبتدي مثلا 8 و10، هيبقى هنا 8 8 وهنا هتزود تحط هنا 10 10 10 مين. بدايه دي بدايه السيشن الاولاني، بدايه السيشن الثاني اللي هو 9 و5 دي بدايه السيشن الثاني. بدايه البريك الاولاني او الشورت بريك اللي هي 10:25، لا انت عندك 10:30 يبقى تظبط دي تبقى خليها 30 مثلا يعني، وفايل وسيف وتقفل ده. وبعد كده تيجي تشغل ده، اخر حاجه تشغلها اللي هو الفايل ده. طبعا انت ده
ده هيجي لك رير فايل هتفرده، هيبقى فولدر زي كده تفتحه، هتحط هنا الموسيقى بتاعتك او ملفات الصوت اللي هيعملوها الطلبه تمام، وتظبط هنا السكادول بتاعك اللي انت عاوزه. عاوز تحط موسيقى طويله في الاسمبلي مورنينج او المورنينج اسمبلي في الطابور، هم اللي طالعين السلالم ورايحين الفصول، تقدر تحطها يعني مثلا هنا مثلا قبل الفيرست هتقول الاسمبلي مثلا يعني. خلي بالك الكلام ده مش مشكله، بس يعني الكلمتين كلمه الاسمبلي اللي انت غلطت فيها مش مشكله، بس هنا خلي بالك الشرطه دي مهمه جدا، لازم تحط الشرطه وبعد كده يجي التايم، لازم شرطه، مش ما ينفعش نقطتين، ما ينفعش نقطتين فوق بعض ولا اي حاجه ولا نقطه ولا ديه، ما ينفعش، لازم الشرطه اللي هي الداش دي. فاهم كده؟ انت مثلا انت عايز مثلا الساعه 8 او 7:50 مثلا، يعني عند 7:50 انت هتشغل اللي هو ايه؟ انا هتشغل مثلا اللي هو ايه؟ ناخد ده كده مثلا اهو، عندي مشكله في الكيبورد، عند 7:50 هتشغل الاسمبلي، يبقى هنا عند هنا هتبقى 50 وهنا الساعه 7 وتسيب كده. يبقى تعمل حسابك ان اول حاجه هنا لما تيجي تفتح هنا اول حاجه اللي هو هيبقى زيرو، هيبقى في هنا الموسيقى بتاعت الاسمبلي اللي هي مثلا 5 دقائق 10 دقائق، دي الموسيقى بتاعت اللي هي بلادي بلادي لك حب وفادي، تبقى هنا تمام كده. يبقى هنا بعد كده ده الفيرست سيشن، ده السكند كده خلاص. طيب نيجي بعد كده نعمل حاجه تاني، نركز كده مع بعضينا. خلاص يبقى احنا عملنا كل حاجه كده، نشغل بقى، نشغل منين؟ هو كده اشتغل معاك تمام. طيب تعالى احنا نعمل تجربه بسيطه، نقفل تاني برضو كده، نقفل دلوقتي الساعه كام؟ 21:13. احنا هنظبط الجدول بتاعنا هنا على هنا مثلا دلوقتي الوقت بتاعنا اللي هو 21 اهو، وهنا هنخليه 14. هو هتيجي ال 14 دلوقتي، بس هو في نهايه ال 14 بيروح بيشغل. بص اسمع كده، هيقفل كده اهو، قفلنا، نيجي نشغل كده، هو فتح هنا جاب 14 اهو. بس استنى بقى لما تيجي تقلب 15 هتسمع الموسيقى. حان الان موعد طابور الصباح، هيقول لك ايه بقى الموسيقى اللي مسجلها؟ It's a start of assembly morning، أو بداية الطابور الصباحي. دي الموسيقى اللي تسمعها دلوقتي. أول لما يجي هنا 21:15 هتسمع الموسيقى دلوقتي دي. تمام كده؟ وتلاقي هنا يتبع لك رسالة. اسمع كده، حاول لسه، اول لما تيجي تقرا عند 15 هتيجي الرساله وتسمع الصوت. خلي بالك هي دلوقتي 14، لان احنا ظبطناها عند 21:14. اهو اسمع، ادالك الرساله اهو، assembly time to ring the bell، ذا بيل، وادالك الصوت، سمعت الصوت؟ تمام كده احنا تمام ماشي. انا هسيب لك التليفونات بالتليفونات موجوده هنا برضو، وهتلاقي في الفيديو البرنامج ثمنه 5 دولار. انا حاططها بالدولار ليه؟ عشان الاسعار ممكن بعد شهر بعد شهرين بعد سنه تتغير. تمام؟ تمام، شكرا للاستماع.